لو انت في الصين ومعاك 10 دولار يا ترى تقدر تشتري بيهم ايه وكمان بجودة عالية؟ بس ليه يا ترى المنتجات الصينية رخيصة كده؟ تشير الإحصاءات إلى أن أجور يد العاملة في الصين أقل بكثير من نظائرها في الدول الصناعية الكبرى في العالم، ولكن هي الأمهر والأكثر خبرة واجتهادا مقارنة بغيرها. فقبل كعس العالم قطر كان يسرع العمال الصينيون في إنتاج 100,000 كرة قدم في غضون 50 يوما فقط، وهذا يعني إنتاج كرة واحدة في دقيقة واحدة، وأيضا تباع ب20 ين فقط. وفي جنازة الملكة إليزابيث الثانية طلبت بريطانيا 500,000 علم تذكاري، وتم إنتاجها في مصنع صيني خلال 10 أيام فقط. وإضافة إلى ذلك، إن التجمعات الصناعية تسهم في تقليل التكاليف أيضا. مثلاً محافظة نانجاو بكونها عاصمة السجاد تصنع أكثر من 80% من سجاد الحرير المنسوج يدوياً في العالم. قد تجيء السجاد في منزلك من هنا. وبلد داتانغ عاصمة الجوارب تنتج 20 مليار زوج من الجوارب كل عام، ما يعادل زوجان ونصف لكل شخص في العالم. يمكنك أن تجد القواعد الإنتاجية الكبيرة لكل احتياجاتك اليومية تقريباً في الصين. ومع تطور الإنترنت أقيم بين المنتج والمستحرق ارتباط مباشر خلال التسوق عبر البث المباشر والمحلات الإلكترونية، وهذا يساعد في خفض تكاليف المنتج أيضاً. وفي نهاية شهر سبتمبر الجاري سيتم إقامة معرض الصين والدول العربية، وسيتم فيه مناقشة كيفية تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية عن الحدود. صنعت الصين كل هذه المنتجات الرخيص بمواردها والسواعد وعقول مواطنيها، وإن شاء الله يمكن لأصدقائنا العرب شراؤها بسهولة في بلادهم أيضاً.